الذيبة مع هذه اللحظة وهذه تو محمد بن أحمد بن مطر بن مايد آل خيلي ثلاثية الانطلاق ما شاء الله. الكاس 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 يتجول، الكاس يريد الذهاب، الثلاث اللي على المقدمة وزان بهن اللقاء ما شاء الله وتبارك الله. السائحة شوف السائحة هنا في جولة سياحية، بن قنزول طار مع المقدمة والصدارة هنا مع هذه اللحظات. حمد محمد بن قنزول العامري والسائحة، السائحة وين هناك الذيبة أيضا، الذيب محمد بن احمد بن مطر بن مايد ال خيري، الذيبه السايحه السايحه الذيبه، الكاس 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 الى رماح مصانع جنوب، رماح مصانع جنوب، سلام يا رماح، سلام سلام يا الفيلسوف، سلام على هذا الاداء والذيبه ما شاء الله وتبارك الله. بطلة الكاس المركز الثاني السايح. هذا الرمز يبالي العين يبالي العين، طار الطاير وايضا الواعي انطلق، ولكن هيهات الى متى الى متى، والطاير طاير طاير. سلام 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 عيناوي، سلام سلام للمسعودي اظني، المسعودي والعين دار الزين والخبيصي هناك. سلام مع رمز الانتاج للقعدان المفتوح في سن الاذاع للسيد سالم بن مظفر بن خموشة العامري، وتهانينا خاصة للعملاق العيناوي راعي صوغة مظفر بن محمد بن خموشة العامري. يا سلام وصول إلى منصة ميدان المرموم، منصة التحفة محتفلة بهذا القدوم مع البندقية، مرمومنا 2017 مع العملاق العيناوي، غير غير تهانينا والناموس بينما الانتاج بالفعل غير. المركز الثاني الواعي طالب بن شريان بن محمد بن علي المري، وثالث المراكز شاهين. وتجوع على المقدمة، يا سلام يا هل زاخر، وانا ماشي سواح سواح مع الصايحة الى وين، الى مدينة العين، الى هالي زاخر هل السلامات. ها هو شعار بندري يفرض نفسه على مقدمة هذا الشوط مع الصايحة، الصايحة تقترب تقترب من السيارة، تقترب من الناموس، تقترب من التتويج. بنقول يا ابو حمد سلام سلام عليكم يا هل زاخر، واسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة. تهانينا لسالم بن حمد بن دري الفلاحي على فوز السايحة بالمركز الاول، وانجاله الكرام حمد ومحمد وسهيل وسعيد على هذا الاداء المتميز. الوطن في المركز الثاني لسيد ضحية بن حمد بن غدير الاجتبي المركز. لطيفة مرت، لطيفة مرت خفيفة، مرت إلى المركز الأول، الله يا مرور لطيفة إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط علي بن محمد بن ناصر الشنقل المري. الضبية تحاول في المركز الثاني، سالم بن ضعيف بن غدير وحيشة في المركز الثالث، غارة في المركز الرابع، ولكن لطيفة مسيطرة، لطيفة لطيفة الضبية، لطيفة الضبية وحيشة وغارة، لكن لطيفة مسيطرة. يلا يا الشنقل الشنقل الشنقل، يلا 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 علي بن محمد بن ناصر الشنقل المري هو المسيطر المسيطر. اللحظات الأخيرة الضبية الضبية الضبية، ولكن الله يا لطيفة الضبية، لطيفة لطيفة الضبية، ولكن لطيفة 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 من تفوز بناموس هذا الشوط. مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس للسيد علي بن محمد بن ناصر الشنقل المري على الفوز والانتصار بين
نصيب بن مبارك بن سيف المنصوري القادم على المركز الثاني، وهناك ساجد في هذه اللحظات من المركز الثاني من الآخر سعيد بن عبد الله بن أحمد الظاهري، ولكن هنا 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 منحاش على الصدارة، منحاش على المقدمة على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة وعلى المقدمة كعوائده دائما. هنا بهذا الأداء المميز الجميل ها هو منحاش على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، المركز الثاني ساجد، ولكن منحاش سلام 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 رأس الخيمة، سلام لأهالي السوان، منطقة منطقة هناك برأس الخيمة على هذا الأداء المميز الجميل لمنحاش السلالة الهملولية، سلالة منحاش بالصوب يضيف السيارة الخامسة في رصيده، سلام بالجاسم سلام على هذا الأداء المميز الجميل ساجد المركز الثاني سعيد بن عبد الله بن أحمد الظاهري المركز الثاني. وصول من ايضا عالي محمد بن بخيت الزعيري المري، وصل شعار الزعيري بن قنزول عاد مرة اخرى، عاد مع الشامي السليم بن مسلم بن قنزول العامري، يا سلام جولة الاوامر النهائية، يلا يا بن فارس عاد مرة اخرى، بن فارس بن فارس بن فارس بن فارس استراحت محارب وعود الى الانطلاق القوي في جولة الاوامر النهائية، واحد من ميدان القوع وواحد من ميدان الوقن، يا سلام منافسة من مصانع الجنوب، مصانع الجنوب تانينا لبن فارس، يلا يا بن فارس روح مع الصدارة الأولى، روح مع المركز الأول، سلام لبن فارس على هذا الأداء الكبير على ظهر الذيب. هو محمد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرع المركز الثاني، وصل فيه الشامي سليم بن سلم قزل العامري المركز الثالث، وصول من مناور أحمد وخليفة بن حاسوم الدرمكي المركز الرابع، وصل وثير والدرعية الدرعية بشعار صالح بن سالم بن علي الهوادي المري، والقدوم القدوم من محنة عبد الله بن محسن بن مسري الهامري، اللحظات الأخيرة الدرعية ومحنة، محنة والدرعية جولة الأوامر، جولة الأوامر النهائية، ولكن الدرعية 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 هي الأقرب، محنة تحاول اللحظات الأخيرة، المعركة 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 طاحنا على مقدمة هذا الشوط، والدرعية هي الأقرب، صالح بن سالم بن علي الهوادي المري هو الأقرب، سلوب سلام المملكة سلام، اسعدت صباحا مع الأداء المثير مع العرض الرائع، قادمة من ميدان السيح أيضا للمشاركة تهانينا، والناموس لصالح بن سالم بن علي المري المركز الثاني، محنة عبد الله بن محسن بن مسري الهاملي المركز الثالث، أحمد برغد موقعه مسيطر مع المركز الاول مشاهدي الاعزاء ومن يتابع ابراهيم الحبسي، يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله، انطلقت مواري انطلقت مواري، والابراهيم اثنين يا ابو سلطان، مكتوب مكتوب ابراهيم وايضا ابراهيم الحبسي، يا سلام ابراهيم الكور وابراهيم الحبسي، يا سلام يا سلام، وفقكم الله يا ابراهيم ون وابراهيم تو، سلام لأهالي الضفرة سلام لها، يا سلام إبراهيم وين إبراهيم؟ إبراهيم الكوري، يا سلام إبراهيم أيضا إبراهيم الكوري، رقم واحد رقم واحد رقم واحد، يا سلام الله للمالك الداعم الرسمي لشعاره، تهانينا مشاهدينا الأعزاء، تهانينا مشاهدينا الأعزاء، فوز مواري في المركز الأول، وتهانينا لمكتوب إبراهيم السالم المزروعي على فوز مواري في المركز الأول، المركز الثاني كان المسافة
مثايل مثايل على المركز الأول، مثايل ترقص تتربع على عرش المقدمة، تنفرد بالمركز الأول على هذا الأداء، على هذا الأداء من بداية الشوط وحتى نهايته. مثايل مثايل مثايل، الله يا بن حم الله يا بن حم، على الفوز، على الناموس، على السيارة. السلامات العناوية الصباحية من ميدان المرمى مع مثايل مثايل مثايل. عبد الله بن حم العامري يقدم مثايل على المركز الأول، تنفرد بالمقدمة، خلاص أعلنت الفوز، أعلنت الناموس، أعلنت السلامات الصباحية لهالي العين وتهانينا. يستاهل بن حم، يستاهل هذا الفوز وهذا الناموس وهذه مثايل. عبد الله بن حم العامري يعلن مثايل وفوزها وناموسها في هذا الشوط المركز الثاني الفاتنة لزايد بن محمد بن زايد المنصوري. المركز الثالث مزون لخالد بن سعيد بن سالم المري. المركز شادن سالم بن خجيم بن عايض العذبي، ولكن المقدمة الله راحت هتاشة، راحت هتاشة على المركز الأول محمد بن حمد بن محمد العويسي، ولكن المركز الثاني، المركز الثاني معزة، والمركز الثالث دلمة، دلمة قادمة على المركز الثالث وعودة إلى المركز الأول. الله السيارة الثالثة في رصيدها تحققها، تحققها التاشة بشعار محمد بن حمد بن محمد العويسي، تصل وتهبط بحفظ الله ورعايته. سلام للسلطنة، سلطنة على المركز الأول، وهنيم على هذا الفوز، على فوز هتاشة بالمركز الأول. تهانينا محمد بن حمد. ستمئة متر أخيرة، ستمئة متر أخيرة، والوسمي لمحمد بن يمعة بن حرمش المنصوري هو من يدفع. الله سق الله دارك بالوسمي وبالخير، هذا هو الوسمي. مشاهدين الكرام، الناموس من المرموم إلى الوثبة إلى العاصمة الحبيبة أبوظبي، هذا هو الوسمي. انفرد انفراد كلي، أمن المستقبل، أمن السيارة، أمن الزعفران، أمن السلامات. سلام يا راعي الوسمي، سلام سلام لمحمد بن يبعه بن حرمش المنصوري، هو من يتقدم، هو من يتقدم بالمركز الأول، وبدأ أيضا يقترب من الحزام الأخضر. ونقول وفيت وكفيت ولا قصرت، وبيض الله تويهك على هذا الأداء، على هذا الناموس. تهانينا وألف مبروك لمحمد بن يبعه بن حرمش المنصوري، نهني على فوز الوسمي بالمركز الأول. المركز الثاني هتان والسلامات تتجه لمالكة سعيد بن محمد بن ذويب العامري، ويضيف السيارة الثانية في رصيده. والسلام وخذيبة صاحبة الكاس سللت لها بالفعل. مشكور مشكور من قدم لنا سعيد بن محمد بن ذويب العامري. والسلامات تتجه مشاهدي الكرام الى هالي الطوية، سلام الطوية سلام، ومشكور يا سهيل بالفعل على الفوز والانتصار. سلام الطوية سلام، سلام العين سلام، سعد الله صباحكم على هذا الفوز والانتصار والابداع من قدم لنا لهب سعيد بن محمد بن ذويب العامري بدون أي منافس على الإطلاق المباشر. سلام الطوية سلام. المركز الثاني 35 لطيف مبارك بن حسين ليبهوني الظاهري. المركز الثالث، المركز الثالث من وصل الفلاح تعود الملكية لذويني بن سالم ذويني الدوسري. المركز والنداء للدانة، ولكن الله
الله الله الله الله، شوف المقدمة مطرة 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 بعنوان الذيبة تأتي لتنطلق بي أيضا الأمتار الأخيرة، رجل كل الأمتار، رجل كل الأمتار ينطلق أيضا على مقدمة الشوط على المركز الأول بهذا الانطلاق، أحمد بن يمعة بن مطر الخيالي من يأتي أيضا بعنوان أهالي رماح أبناء رماح أبدعوا إبداع كبير في الختاميات كما شاهدتهم في ميدان الشهيد، في ميدان الشحانية، في ميدان الوثوة، في ميدان المرموم، يتواصلون بالإنجازات الكبيرة التي تنصب أيضا بالتهاني. سلام رماح، سلام رجل كل الأمتار من أعلن بانطلاقة مطرة وفوزها وتحقيق أيضا لناموس هذا الشوط المركز الثاني صناعة حمد بن محمد بن سيل بن عويضان العامري، ثالثا أيضا وصلت صعايب فلاح بن سعود بن ناصر العقمي. من يقدم لنا مفنودة والسيارة في الانتظار البطين والنيادي، النيادي والبطين، ولكن مفنودة غيرت مفنودة على المقدمة على الصدارة على الانطلاق الأول للسيد سعيد بن عامر بن حمد النيادي، شعار النيادي شعار كؤوس الجذاع في ميدان الوثبة في ختام الوثبة حينما انتزع الكأس الذهبية الغالية الاتحادية وعصاها في الابطال يقدمها هذا الشعار المميز. سلام مفنود السلام وسلام لسعادة حميد بن سعيد النيادي بو منصور، لك التحية والاحترام. المركز الثاني وصلت الجازي سالم بن عبد الله بن علي البطين المري، والمركز الثالث المركز الثالث اليمامة فرج بن سالم بن علي المري. هنا سلام 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 لهذا الشعار، ولكن هناك الريح حمداب بن سالم بن سعيد بن محمد الزرعي بينما تدخل على المركز الثاني، ولكن اعود بشعار مع شعار بن هياج على البدايه الاولى شاهين على الصداره منصور بن سالم بن هياج المنصور. يا سلام اهالي السلطنه، اهالي السلطنه وصول هناك ايضا ما بين هالاسماء، ولكن يا سلام يا سلام يا سلام لمن ناموس هذا شوط ما بين اهالي السلطنه وما بين اهالي الوثبه. سلام يا الوثبة سلام، سلام يا الوثبة سلام، سلام بن هياي سلام، هناك أيضا منصور بن سالم بن هياي المنصوري، تهانينا تهانينا والناموس على هذا الهوز. المركز الثاني الريف حمداب بن سالم بن سعيد بن محمد الزرعي، المركز الثالث وصل هناك أيضا متعب، أيضا متعب حمد بن ناصر بن حمد المري. يتسلل الى المقدمة، يتسلل الى صدارة هذا الشوط عبد الله بن علي بن عبد الله العطية مع صايب، يقدم لنا هذا الاداء المتميز والجميل. ولكن القادم شاهين احمود بن صغير بن سالم الوهيبي قادما للمنافسة مع صايب، صايب وشاهين واللحظات الاخيرة واللحظات الخطيرة، صايب ما زال مع البداية، هل يضيف السيارة الثالثة برصيد صايب ام هنا رأي اخر للقادم المنافسة معدي ناصر بن حمد بن حميد الزرعي قادما معدي وصايب ولكن معدي يعدي الى الانتصار والى الناموس. تهانينا والناموس لناصر بن حمد بن حميد الزرعي، تهانينا والناموس الى اهالي السلطنة. المركز الثاني صايب جاء في المركز الثاني، عبد الله بن علي بن عبد الله العطية المركز الثالث، المركز الثالث الطاقي منصوب بالخميس بالصوب يكتب المركز. المري الحريتم الحريتم هناك مع الصدارة، هناك مع المركز الأول شعار القوالب الحريتم، اللحظات الأخيرة إلى أين السلام؟ إلى الشحانية ولا إلى الوثبة؟ اللحظات الأخيرة الله
الله الله، بدأت المنافسة، بدأ التحدي، بدأت عزبة 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 على الصدارة، عزبة على المقدمة. تهانينا والناموس إلى مبخوت بن حمد بن مبخوت آل حنيتم المري على هذا الفوز والانتصار الجميل. انطلقت بالناموس، انطلقت بالسلامات، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار إلى ملك عزبة مبخوت بن حمد بن مبخوت آل حنيتم المري. المركز الثاني وصلت فيه هناك الضفرة سيف بن غالب بن سلطان المنصوري. المركز الثالث من وصلت فيه هناك بعا هذا الانطلاق اذا كانت حاضرة مقتها احمد بن سيف الزفين المهيري. الفائزة على الصدارة، الفائزة على المركز الاول علي بن عبد الله بن محمد البطين المري على الصدارة. المركز الثاني القادمة في هذه اللحظة هذه هي الشاطرة لعلي بن رضا بن علي الهاشمي وراهية، راهية على المركز الثالث ايضا يقدمها خالد بن سعيد بن راشد العلوي. ولكن العودة، العودة هي للفائزة وسلالة الفائز الهرشة هذه هي. وسلام يا ميدان عجايب، سلام سلام عليكم يا أهل المملكة العربية السعودية، وتنتزع السيارة وتهديها يا أهل المملكة العربية السعودية والسيارة الثانية في سجلاتها الحافلة والذهبية. تهانينا والناموس إلى مالكي أيضا اللي هي الفائزة. ناموس الله، همنول 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 يتسلل إلى الصدارة إلى المقدمة. بدر بن راشد بن حميد المنصوري هنا ينطلق على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وأعلن الفوز والناموس. المركز الثاني الغزال عمر بن عبد الله بن سالم بن قطامي، والقادم هنا رعد فهد بن قميص بن ناصر السنيدي، وهناك ايضا تسلل من شاهين راشد بن صالح الفهيدة المري. ولكن هنا تهانينا، تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز لهمنول لبدر بن راشد بن حميد المنصوري. سلام للظفرة، سلام سلام للظفرة، سلام على هذا الاداء المميز الجميل. تهانينا لبدر بن راشد بن حميد المنصوري على فوز هملول بالمركز الاول. المركز الثاني وصل الغزال عمر بن عبد الله بن سالم القطامي. لاختطاف ناموس هذا الشوط من خلال هذا الابداع. دائما ياتي الانطلاق، شوف الصدارة عصاف الابطان ما قال لشي الهاشمي ما حركه، انطلاق ذاتي وتلقائي بثقة ايضا من الهاشمي مع وجود شاهين على مقدمة الشوط. سلالة شاهينية تاتي بالثقة الكبيرة للانطلاق ايضا نحو ناموس هذا الشوط. والابداع مطلوب يا الهاشمي، الابداع مطلوب في الامتار الاخيرة من خلال ايضا انطلاق هذا الاسم شاهين محمد بن سعيد بن عامر الهاشمي. ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء المميز، على انطلاقة هذا الاسم مع المقدمة مع الصدارة بدون يتوامر حتى هذه اللحظات. عروضه الذاتية والتلقائية، عصاف الابطان يصل إلى خط النهاية معلن بالفوز والناموس. تهانينا لمالكه محمد بن سعيد بن عامر الهاشمي المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء. خزع العامري من احد اعضاء القطاع الجنوبي، وهناك بن شاهين المرر، هناك بن شاهين بالصلف بالصلف كذلك. يا الله يا سلام يا سلام، اختيار لعبد الله بن خليفه بن حمد بالصلف المرر يتقدم في هذه اللحظات، يتقدم وين 13 وصلت 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 جواهر، هذه جواهر لناصر بسالم بن حمد المالكي. يا سلام يا سلام، ولكن ولكن اهل القطاع الجنوبي واهل المصانع مصانع الجنوبية مصانع الأصالة والناموس يتواجدون يتواجدون دائما. تهانينا مشاهدي الأعزاء على فوز روع مبارك بالعثب الخزاع العامري، لحظات الفوز ولحظات الناموس الأخيرة. تهانينا والناموس، بينما المركز الثاني اختيار عبد الله بن خليفة المرر، والمركز الثالث
وصلت لجواهر لناصر بن سالم بن حمد الماركي المركز الرابع. سالم العامري تتقدم بن زيتون بن زيتون والقادم هلا وغلا نقول راعي الالتزام محمد بن سليم لوهيبي لوهيبي بالمركز الثاني اول اذا على لوهيبي اول اذا على لوهيبي. المركز الثالث عندنا الشاهينية سعيد بن محمد بن هدب العامري من الجانب الاخر يابا الحقه الحقه تلحق 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 وتعطي الشارد الحوق هذه عوايدها من العام. الحقه مشاهدينا الكرام الحقه الحقه وعندها ايضا منحاف منحاف بن زيتون والحقه ايضا تصارع النيادي النيادي ولكن بن زيتون بن زيتون بن زيتون منحاف 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 هي الاسرع هي الاقوى هي الاحسن هي الناموس هي الناموس الناموس الى بن زيتون الناموس الى بن زيتون الناموس الى بن زيتون. تهانينا والمبروك المركز الثاني الحقه العلي بن سالم الخلفان النيادي المركز الثاني. محمد بن هزيم المسافري ركز وتابع ايضا هذا الى داول الانطلاق الممتاز ولكن الصدارة الصدارة هناك الانطلاق مشاهدين الكرام مع العنود عاندت العنود انطلقت العنود ركز يا بالاسود هنا مع هذا الناموس الناموس الشحاني هنا الله 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 على هذا الاداء والانطلاق مشاهدين الكرام هنا وتابع العنود 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 على الصدارة سعيد بن راشد بن سعيد بالاسود هنا يظفر يظفر بناموس هذا الشوط يذهب بهذا الانتصار الى اهالي ميدان الشحانية. اسعد الله صباحكم على هذا الفوز والانتصار والانفراد هنا مع العنود مشكور يا بالاسود على هذا الاداء والانطلاق الممتاز. تهانينا وناموس لسعيد بن راشد بن سعيد بن راشد بالاسود على هذا الفوز والانتصار. ثانيا وصلت غرايب لهزيم بن محمد بن هزيم. اللحظات الخطيرة مع شوط الختام مع شوط الختام وختامها مسك بإذن الله تعالى. هذه سمع على الصدارة ولكن الظبي غيرت إلى المركز الأول الظبي غيرت في هذه اللحظات إلى أول المراكز بشعار ومتابعة ناصر بن حفيظ بن سالم النابت المري غير في المركز الأول وينطلق في الأمتار الأخيرة في اللحظات المثيرة. هذه الظبي مشاهدي الأعزاء تنطلق في أول المراكز وتعلن هذا الإبداع الجميل. أسعد الله صباحكم يا أبناء الشحانية على هذا الأداء الجميل. هذه الظبي ناصر بن حفيظ بن سالم النابت المري تهانينا تهانينا والناموس للأشقاء بدولة قطر على هذا الأداء الجميل. هذه مشاهدي الأعزاء الظبي الظبي تهانينا والناموس لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية تهانينا والناموس لمالك الظبي ناصر بن حفيظ بن سالم النابت المري المركز الثاني.